بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا تلفاز جي في سي صيني الصنع 32 بوصة كما تلاحظون. هذا هو موديل التلفاز. به مشكل عندما نشغله، يشتغل ليد الأحمر، وعندما نضغط على زر الريموت يشتغل التلفاز كما تلاحظون. جي في سي مكتوبة، لكنه سرعان ما ينطفئ ويبدأ الليد يشتغل أخضر وأحمر، ثم يعيد الكرة يظهر جي في سي وتعود تختفي، وهكذا. هذا هو مشكل التلفاز. وكما قال لي صاحب التلفاز أنه قد صلحه من قبل، مشكل الليدات، وكان فيه هذا المشكل من قبل أنه يبقى لمدة ساعة وهو يرمش إلى أن يشتغل. الآن فهو فيه مشكل الليدات، خلفية الإضاءة، ومشكل أنه يستغرق مدة لكي يشتغل. سوف نفتحه إن شاء الله ونرى ما بداخله. هذا هو شكل التلفاز من الداخل، هو عبارة عن لوحة واحدة، وفي معظم الشاشات الصيني تحتوي على لوحة واحدة كما تلاحظون. هذا هو غطاء التلفاز. بعد رفعه والآن إن شاء الله نفتح الشاشة بالكامل لكي نرى خلفية الإضاءة. وللإشارة عند رفع الشاشة يوجد الإطار هذا البلاستيكي، فهو مثبت بالبراغي كما تلاحظون. هذه هي الليدات، فهو يحتوي على 3 مساطر بها 10 ليدات، كل مسطرة بها 10 ليدات على حسب فولتهم، أنه 3 فولت يتغذون على 3 فولت. وكما تلاحظون أنه تم تغييرهم من قبل الليدات، لكنه سرعان ما رجع له المشكل. والآن سوف نغيرهم كما تلاحظون. حاول تغييرهم بليدات من نوع إيريس 32 بوصة روند 3000، استبدلتهم ب4 مساطر، كل مسطرة بها 7 ليدات 3 فولت، ربطتهم على التسلسل كما تلاحظون، فهما 28 ليد الآن. تم تجريبهم لكن كما تلاحظون اشتغلوا وانطفأوا. كما تلاحظون قلت المشكل يمكن أن يكون من أنني أنقصت ليدين لأنه فيهم 28، لكن أضفت ليدين لكن بقي المشكل هو هو.
يشتغل وينطفئ ويبقى الليد يرمش. فبعد البحث والتحري في هذا العطل قلت ربما هذا عطل من الدمب. أولا لابد علي أن أصلحه من ناحية الدمب، لأن معظم هذه الشاشات الصينية عندما يبدأ الليد يرمش لابد أن نراجع الفلاشة. فكانت لدي بوردة تشبهها، فهي لتلفاز رايلان كما تلاحظون. نزعت الفلاش من البوردة وثبتها وركبتها على بوردة تلفاز جي في سي، وجربت الليدات فعادت إلى المشكل نفسه. ها هي الفلاشة التي كانت راكبة في تلفاز جي في سي، وجربت الليدات بقي المشكل نفسه، يشتغل وينطفئ. فبدأت بهذه هي الفلاش، فبدأت بإنقاص الليدات إلى أن توصلت إلى 3 مساطر، 3 مساطر من الليدات 3 فولت. عندها اشتغل معنا التلفاز كما تلاحظون. هذه هي الليدات، أي عندما صلحت مشكل البروغرام عندها بدأت أعمل على الليدات. عندما أنقصت مسطرة اشتغلوا بالكامل. الآن هو به 3 مساطر بها 7 ليدات، يعني 21 ليد. عندما قست الفولت بالكامل وجدته 65 فولت، اشتغلوا معي عادي. وهنا أجربها بأزرار للبوردة رايلان، تلفاز يشبهه في البوردة كما تلاحظون. هما اشتغلوا عادي، وبقيت خلفية الإضاءة مشتغلة لم تنطفئ. وكان العطل في البروغرام في الفلاش. أولا وضعت فلاشة تلفاز رايلان، عندها بدأت أعدل على الليدات. هذه هي الفلاشة التي هي راكبة، هي لتلفاز رايلان، لكن الريموت جي في سي لا يعمل عليها. لذا لابد لي أن أشحنها بدامب خاص بجي في سي. وهنا عند البحث وجدت هنا أجربها بتلفاز رايلان، بوردة الرايلان كما تلاحظون. سوف تشتغل كما تلاحظون، اشتغلت بالفلاشة الأولى، لكن الريموت جي في سي لا يتحكم في هذه البوردة. فبحثت على فلاش آخر لي جي في سي، وجدت فلاش لكنها أعطتني شاشة مقلوبة. وبحثت في السيرفيس موني عن خاصية الميرور، لم أجدها. فأعدت البحث لأجد فلاش آخر لتلفاز آخر جي في سي لكنه في موديل مختلف، فجربته أعطاني صورة عادية لتلفاز جي في سي لكنه نيجاتيف. فدخلت إلى السيرفيس موني لأحولها إلى صورة عادية، واشتغل معنا التلفاز.
كما تلاحظها هي جي في سي، يعني هي عادية، فقط التلفاز مقلوب ظهر معنا هذا الخط الجانب كما تلاحظون، لكن الريموت يعمل لأن الفلاش فلاش جي في سي كما تلاحظون. اشتغل معنا تلفاز عادي، لكنه أرهقني، بقيت فيه 3 أيام وأنا مع هذا المشكل، لكنه في الآخر الحمد لله تصلح معنا. نضغط موني 11 47 للدخول إلى سيرفيس موني. هذا هو السيرفيس موني. ذهبت إلى خاصية آذر، يعني بالفرنسية أوتر، ونذهب إلى خاصية LVDS سيتينج بارامتر LVDS، ونذهب إلى خاصية تيب. هنا نحول من صورة نيجاتيف كما تلاحظون، أعطاني صورة كما هذه، حولتها إلى الوضعية الأخرى فيها صورة عادية. واشتغل التلفاز عادي بعد تجميعه، نجربه. هذا هو التلفاز. وأصبح يشتغل من الضغطة الأولى على زر الريموت بعدما كان يستغرق ساعة. هذا هو. وهنا بعد الدخول إلى السيرفيس لأعدل في خلفية الإضاءة، لأنقص من خلفية الإضاءة كما تلاحظون باك لايت. هنا فقط نيجاتيف، هنا تيب النيجاتيف. الآن التلفاز شغال بشكل عادي. هنا لتعديل خلفية الإضاءة، لا نجعلها 100% لكي تستمر للذات في العمل لمدة طويلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.